أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف الجمع بين الحديثين الواردين، بين الأجرين الواردين في الحديث؟ الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: هل أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات وتحط به الخطايا، وذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا في الفريضة، انتظار الصلاة بعد الصلاة هذا في الفريضة، وأما أفضل الصلاة في بيته هذا النافلة. النافلة الأفضل أن تكون في البيت. وانتظار الصلاة ليس معناه أنه يجلس في المسجد، بل انتظار الصلاة أنه ينتظر الصلاة ويعزم على فعلها إذا دخل وقتها، سواء كان في معمله أو في متجره أو في مكتبه، فهو أدى صلاة وينتظر الصلاة الأخرى ليؤديها، وهو في أي مكان وفي أي عمل يعزم على ذلك وينوي هذا. نعم.